قال الله تعالى في سورة مريم: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. وذلك في سياق الحديث عن قصة مريم بنت عمران، عندما تمثل إليها ملك على هيئة إنسان وبشرها بغلام يدعى المسيح عيسى، ولهذا حملته إلى مكان بعيد عن قومها واعتزلتهم. ويتساءل الكثيرون عن معنى آية فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. إن معنى آية فحملته فانتبذت به مكانا قصيا أي لما حملت السيدة مريم بعيسى عليه السلام خافت من الفضيحة فتباعدت عن الناس، ولما قرب موعد ولادتها ألجأها المخاض إلى جذع نخلة، فلما ألمها وجع الولادة ووجع الانفراد عن الطعام والشراب ووجع قلبها من قول الناس وخافت عدم صبرها، تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث فتكون نسيا منسيا لكي لا تذكر. وهذا التمني بناء على ذلك المزعج، وليس في هذه الأمنية خير لها ولا مصلحة، وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما حصل. لا بد من التنبه إلى أن هذه الآية تضمنت العديد من المسائل، ومنها مسألة نفخ الروح والتي سبقت الحمل والانتباذ، حيث اختلف العلماء في النافخ هل هو الله عز وجل أم جبريل عليه السلام. والظاهر هو الله تعالى، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة التحريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فنفخنا فيه من روحنا. ويرى آخرون أن النافخ هو جبريل لقوله تعالى على لسان جبريل: فقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. كما أنهم اختلفوا في كيفية النفخ، فمنهم من قال أن جبريل نفخ في جيبها فحملت، ومنهم من قال بأن النفخ حصل من خلفها حتى وصل فرجها. هناك رأي آخر قال أن النفخ دخلت من صدرها عندما نفخ في جنبها، مما يعني أن الحمل تسبقه نفخة بأمر من الله، ويكون ذلك بالالتقاء بين الرجل والمرأة. ومن المعلوم أن مريم عليه السلام كانت عذراء ولم يمسسها بشر، لذلك عندما بشرت بعيسى ونفخت فيه الروح تركت قومها واعتزلت بنفسها. وعلى ذلك فالمعنى أن مريم عندما شعرت بالحمل ابتعدت عن أهلها على الفور، حيث يقال أنها ذهبت إلى بيت لحم في أبعد واد، خوفا من أن يعيرها أحد من قومها أو يتهمونها بالفاحشة عندما تلد عيسى ولم يكن لها زوج. ومن الجدير بالذكر أن العلماء اختلفوا في مدة الحمل، فمنهم من يرى كابن عباس أن مدة حملها ساعة واحدة، وقيل أن مدة حملها كبقية النساء أي 9 أشهر، وقيل أيضا 8 أشهر أو 6 أشهر.